انسان انا عمر ما عرفت نهائيا، واول مره انا هضرب معاك سهل. اول حاجه ما كنتخلعش، يعني الخلعه حيد مني الخلعه، كنت عندي شي بلاصه حيد مني بحال هادشي، كنت عندي شي فلوس في الكوروس حاجه اللي هذا لا نعود شي بلاصه اللي مزيانه بحال المنطقه مزيانه. من اول حاجه انا بغيت نعود، بغيت نتعلم نعود كاع التكنيك، دوك كل شي ميترو ولا ثلاثه ميترو ولا اربعه. اول حاجه كدير، اول حاجه تكون عندي نظاره، نظاره ضروري من الدار يعني الامان وكل ما بطل تحت نشوف. اول حاجه قلنا يدينا ما نخرجهاش برا، شحال واحد كيبغي يغرق سبابو يدو ما حيد يموت لا علاش نديري يمكن من نحكم راسي ونهبط يدي لتحت ندير الطريق، ندير الطريق شوف الطريق انا غنديرها بلا رجل. انا مثلا ما كنعرفش ولكن نحافظ على الاكسجين ناخذ ولا لا الاكسجين في الذات هو كيخلي جسمك ميجي فيه، يعني قلنا كنديرها الطريق الطريق نهبط هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى يدي الطريقة الثانية الرجل، الرجل كنحاول ندير واحد الاسباس واحد المسافة اللي ندير شي تقريبا واحد 80 سنتيم، لأنني كنعفط قدامي في الشمال ماشي 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 قدام الجمع لا ندير هذا الطريق شوف. الطريقة الثانية يلا على بركة الله.